السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم 6 لاعبين محليين في قائمة المنتخب الوطني الجزائري الموسعة لكاني كوديفوار. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد. إذن لم يبقى إلا شهر واحد على بداية كأس أمم إفريقيا القادمة، والتي ستكون بكوديفوار مطلع العام القادم بداية من 13 من جونفي 2024. وسيجري المنتخب الوطني الجزائري تربص تحضيري بداية من 26 ديسمبر الحالي في الجزائر، قبل الانتقال بعدها بأيام قليلة إلى أدغال إفريقيا لإكمال التربص هناك. وأشارت مصادر عدة عن استدعاء الكوتش بالماضي لستة أسماء تنشط في الدوري المحلي. أولا يوسف بليلي، والذي يقدم في موسم رائع مع فريقه مولودية الجزائر. ثانيا رضا حليمية. ثالثا سفيان بايزيد. ورابعا أسامة بنبوط حارس اتحاد الجزائر. خامسا المدافع زين الدين بلعيد. وأخيرا رئيس وهاب بولحي. وأنتم مشاهدين شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.